أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. في هذا الدرس راح نبدأ نغير شوي على نظام اللعبة تبعيتنا، لأن لما نشغل اللعبة صار عندنا موجود ينزلنا مجموعة جسور، أربع جسور موجودة، 1 2 3 4، لكن أنا بدي الشخصية وهي بتركض يتم إنشاء جسور إضافية طول ما هي بتمشي. طيب هذا الكلام راح نغير شوي على الشغل اللي إحنا اشتغلنا. كيف راح نسوي؟ خلينا نفوت على الجسر تبعنا، نفوت ونضغط add ونضيف بوكس كوليجن. تمام، البوكس كوليجن اللي اضفناها بدنا نسميه، خلينا نسميه اوفرلاب او ال مثلا نيو بريدج. ممتاز. بدنا هذا الصندوق اللي اضفناه بدنا نغير حجمه. ممكن انا اجي اعمل زي هيك، اكبر من هون شوي زي هيك، بعدين اجي على زد وكبره زي هيك، بعدين اطلعه لفوق. طبعا انا ليش عملته كبير بالحجم هذا؟ عشان بدي اكون متاكد انه الشخصيه حتخبط في هذا الصندوق، يعني ما بديش اياها فجاه الاقي الشخصيه نطت من فوق الصندوق فما يتم انشاء الجسر الجديد. فهو كل ما تصادمت الشخصيه مع هذا الصندوق بدي اياها تنشئ لي جسر جديد. ممتاز، خلني اتاكد الان من موقعه وحجمه. طيب مبدئيا الحجم شكله كويس، مع هذا راح اكبره كمان شويه، ما في اي مشاكل لو انا كبرته. طبعا راح يتم في ملاحظه ثانيه راح تصير، احنا راح ننقل في الحلقات القادمه ممكن على اليمين، لكن خليه مبدئيا في هاي المنطقه هون. تمام، الان صار عندنا الصندوق الموجود هون. هذا الصندوق هذا راح يصير معاه التصادم، نزل شويه لتحت، فهو جاء من تحت الجسر بنتفه وطالع لفوق هون. ممتاز، هيك الشخصية مهما مشت راح تخبط فيه. طيب بعد ما حددنا الملف هون، سوينا الجسر الصندوق هاد، خلينا ننزل آخر إشي تحت. مش لاحظ في عندي أنا هون events، في عندي event component hit، في عندي event component begin overlap، وأنا ضغط عليه على الصندوق اللي هو overlap new bridge بقدر اضغط على هاي. طب شو الفرق بين الهيت والاوفرلاب؟ الاوفرلاب هو شيء انت بتخبط فيه، انت مش عارف انك تخبط فيه موجود في العالم، يعني شيء زي الهواء بتمر من خلاله. لكن كومبوننت هيت زي سياره جايبت، لما تخبط فيها راح توقف. فالاوفرلاب ما بيخليك توقف، بيجين اوفرلاب، والهيت ممكن يخليك توقف، هو راح يخليك توقف بالفعل. تمام، او ممكن يصيبك، لكن بيجين اوفرلاب بتمر من خلاله وانت مش عارف انك مرت منه. ممتاز، بنضغط على الزائد هون. الان لاحظ سوا دخل على الايفنت جراف تبع الجسر تبعنا، وبدنا نكتب له كود. الان لما يتصادم مع البوكس هاد، ايش هو اللي بده يتصادم؟ الشخصيه تبعيتنا. ممتاز. فطب احنا مين كيف بدي اجيب الشخصيه؟ بقدر اسحب من هون اذر اكتور. مين هو الاذر اكتور؟ الان انا بحكي بدي الصندوق يتصادم مع الثيرد بيرسون كاركتر، مع هاي الشخصية اسمها blueprint underscore third person character. فباجي هون على الجسر وباجي على الأذر أكتور، مين هو اللي راح يتصادم مع هذا الصندوق، وبكتب blueprint أو cast to blueprint underscore third person character، بختار هاي. ممتاز جدا جدا جدا. طيب بدنا اياه لما يتصادم بدنا اياه يضيف بلوك. طب البلوك وين موجود؟ موجود في الجيم مود تبعيتنا. طيب برجع انا مره ثانيه لهون وباجي بقول لك مره ثانيه بدي اسوي كاست جديد، بقول له كاست، خليه يفتح كاست تو بلو برينت اندرسكور ثيرد بيرسون جيم مود اللي فيها الاد بلوك. ليش انا بسوي كاست على الجيم مود؟ لانه المعلومات بدي استخرج من جواتها معلومات جوا الاز بلو برينت ثيرد بيرسون جيم مود، في معلومات انا بدي هاي المعلومات اللي هون. ممتاز، الان برجع مره ثانيه هون. طيب انا لو عملت كومبايل هل راح يوافق؟ ما راح يوافق. طب ليش ما وافق؟ لاحظ اعطاني ايرور. ليش ما وافق؟ لانه الاوبجكت هون ما بقدر اوصله انا باي شيء هون. طب ايش هو الجيم مود؟ بقول لك ايش هو الجيم مود بدك اياه، بتقول له جيت، خليه يفتح لي اياها، جيت جيم مود بدي هاي. ممتاز، الان لاحظ جيت جيم مود كومبايل وافق على الكود تبعنا. ممتاز جدا بدون اخطاء. طيب انا ايش بدي اعمل الان؟ بدي اقول له اد بلوك. خليني اسحب هاي من هون واقول له خليه يشتغل اد بلوك. مش بلوك احنا، اد عندنا اد بريدج.
بريدج، ممتاز. احنا هيك بنضيف برجات جسور إضافية. طب احنا مشكلة هون، لاحظوا عندنا الاندكس، الاندكس الآن موجود. طب هذا الاندكس ما بنفع، ما عندي اشي احطه جواته. طب انا ايش رح اسوي؟ رح اعدي على الكود اللي كتبناه، برجع على الثيرد بيرسون جيم مود وبفوت على اد بريدج وبلغي الاندكس من هون، مش بحاجته. الآن بدي احط قيمة هون لقيمة جديدة. ايش هي القيمة بدي اياها؟ خلينا نصير نقول last bridge. ممتاز، بضغط compile. في عندنا ملاح مشكلة هون، هاي هون صح احنا الغيناها. بضغط alt وبضغط عليها انمسحت. الان اضغط compile حيوافق. ممتاز، برجع على add bridge وبجيب last bridge، بحط له get وبوصل هاي هون. ممتاز، خليها صفر زي ما هي. بس انا عندي ملاحظة، الان لو انا حطيتها صفر، لاحظ انا بدي اشغل اللعبة واجرب، خلينا نشوف شو حيصير. لاحظ اعطاني جسر واحد. طيب انا كيف بدي انا اسوي؟ بدي اعد الجسور، بعمل حركة تانية. اول اشي خلينا نجيب مرة تانية هاد لاست بريدج، بقول له جيت وبسحب هاي من هون وبعمل زائد زائد انكريمنت انت. ممتاز، ايش الفكرة بهاي الحركة؟ انه كل ما تنفذ هذا الامر بدي اياك تخلي القيمة المكتوبة هون الصفر تصير واحد، بعدين مرة ثانية اثنين، بعدين ثلاثة، وتظل تزيد طول ما احنا بننشئ جسور. بدك تضلك تزيد هاي القيمة. كومبايل سيف، انا بعمل تشغيل. لاحظ صار عندي مجموعة جسور، لو انا سويت اجكت لاحظ الان موجود. لاحظ شفت انت كيف صم ايجاد؟ طب خليني ارجع هون ازود السرعة شوي. لاحظ الان وانا بمشي هو الشخصية قاعدة تمشي، هي هون هي الشخصية موجودة في المنطقة هاي، مش ممكن مش مبين. اول ما توصل لاخر الجسر لاحظ تصدم، انشأت جسر جديد. طيب خلينا بس احنا نعمل حركة سريعة، بدي اسرع الشخصية، بدي اجيب اشوف الموفمنت، بضغط على الكاركتر هاي الشخصية كاركتر موفمنت، بدي اشوف سبيد ووك سبيد ووك سبيد، خلينا نحط هاي مثلا 1500 عشان تصير الشخصية تبعيتي اسرع سرعتها. الان نشوف سرعة الشخصية، لاحظ الشخصية صارت سريعة. الان ارجع هون لاحظ بصير يضيف لي جسور اسرع كل ما صدم هو، هاي واحد. لاحظ قاعد كل شوي بزيد لي سرعته موجودة وبزيد لي كل شوي جسر. هذا اشي رائع جدا، سوينا اللي احنا محتاجينه. الان هاي الشخصية بتمشي، وكل ما مشيت واجت النقطة هاي اللي احنا حطينا فيها البوكس، في بوكس هون مختفي بدك اظهر لك اياه. لو اجينا احنا على الجسر وجينا على هاي وجيت انا هون فيزيبل اوكي كومباي، الان هيدن ان جيم، هيدن ان جيم، بنختار هاي كومبايل سيف. انا ايش اللي عملته؟ خليت هذا الصندوق مبين. لاحظ الان لما اجي انا من هون اشغل اللعبة، شايف في صناديق مبينة. ايش اللي بصير؟ لما هو بيصطدم الشخصية مع هذا المربع راح تبين، الان راح يطلع طلع واحد جديد، الان راح يصطدم مع المربع الثاني هاد راح ينشئ لي جسر جديد. لاحظ هو الان انا ظهرته جوا اللعبه، لكن هو يفترض يكون مخفي، لكن انا بظهرته فقط بس عشان اعرف انه هو بصير كل ما يصطدم مع هذا الصندوق بنشئ جسر جديد. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان عملنا لاست بريدج، عملنا اخر جسر اللي هو الصفر، ومنه بده كل ما مشي كل ما صدم كل ما انشا واحد بزيد قيمه، بس بدل ما هو صفر بصير واحد اثنين ثلاثه اربعه بزيد القيمه. وجبنا الاد بريدج واضفناها على الايفنت جراف للجسر تبعنا. طيب الان في عندنا شغله، انا اذا اللعبه خليني ازيد سرعه الشخصيه كمان مره، ووك سبيد ووك سبيد خلينا نضيفها مثلا 4000، خلينا نسوي كومبايل اورجيك سرعه الشخصيه حتصير كثير كبيره الان، كثير كبير سرعة الشخصية. بس أنا اللي بدي أورجيك شغلة ثانية، ليش أضبط السرعة؟ لاحظ الآن الجسر قاعد بطول بسرعة، والجسر من هون بضلت موجود واللعبة بتضلت شغالة. طب أنا إذا اللعبة بتضل بهذا الشكل، الجسر هذا راح يصير طوله خرافي جدا ويستهلك رامات اللعبة تبعيت الرامات الجرافيكس كارد اللي هو كارت الشاشة، راح يصير يستهلكها طول ما هو ماشي، والمجسمات راح تضل موجودة وتصير اللعبة أبطأ على الجهاز اللاعب تبعك. فانا ما بيناسبني انه كل شوي يتم انشاء يضل طلع انت الجسر قاعد بصير اطول في كثير في كثير. ف
فأنا لازم أكسر كل ما أمشي من منطقة تنهدم أو هاي تختفي تم إلغائها. تلاحظ أنت الجسر صار كثير بعيد والشخصية لساتها بتمشي وبتنشئ، وطول ما هي بتمشي قاعد بتنشئ جسور أمامها، وصار الجسر يعني حيصير رقم ما لا نهائي في النهاية. طيب إيش لازم نعمل الآن؟ لازم ندمر البريدج بعد ما يتم التصادم مع الصندوق. خلني نيجي هون، نيجي نقول له destroy actor، منفوت على الجسر نقول له destroy actor. لكن في عندنا غلط لو عملنا هاي الحركة، لاحظ save، بدي أسوي play. هسا أول ما يتصادم هو، لاحظ أنت تحت رجل لأنه سريع قاعد بسرعة بيلحق حاله وبمشي عليها. خلينا نبطئ سرعة الشخصية شوي، walk speed حطيناها 600، كومبايل سيف. خلينا نشوف، لاحظ لما تصادم وقع، لما كان سريع كان يلحق يدعس بسرعة من سرعته مشته. الآن خلصت اللعبة وخسر اللاعب. طب أنا ما بدي أعمل حركة، بدي أسوي destroy actor صح، بس متى بدي أخر عملية destroy actor؟ إنه ما يسويها على طول، ينتظر شوي بعد التصادم بعدين يدمر. فأنا بكتب له delay تأخير. قديش من التأخير؟ خلينا نقول 3 ثواني. كومبايل سيف، خلينا نشغل، نسوي اجكت، نتفرج. الآن راح يتصادم معها، لازم نستنى 3 ثواني. 1 2 3 هدمها. فالآن هو صار لاعب، هو بيلعب ما بيلاحظ إنه في وراه بيصير قاعد هدم، هو ماشي ومش عارف شو بيصير. هاي الكاميرا بهذا الاتجاه شغالة، وطول ما هو بمشي قاعد بهدم وراه، طول ما هو قاعد بمشي. الآن راح يتصادم، صدم فيها، 1 2 3 هدمها. كل 3 ثواني راح يهدم الجسر اللي قبله. ممتاز جدا، وبنشئ جسر جديد. يعني هو لو نطلع من نظرة من بعيدها، أنشأ واحد، بنعد للثلاثة، 3 ثواني بهدم. فكل مرة بيصير يتصادم، ولو عملنا هاي العملية، عملنا الشخصية عملنا لها سرعة كبيرة كمان. خلينا نشوف walk speed، خلينا نقول 2000 سرعته. compile save، سوي start. الشخصية سريعة جدا الآن، سوي eject. لاحظ الشخصية تمشي، خلينا نحطها حتى السرعة 10000 كمان، بدي السرعة تكون جدا خرافية. هاي 10000، compile save، نسوي اختبار عليها. الشخصية جدا جدا سريعة. طيب نسوي اجكت، لاحظ انت الان هو بمشي قاعد، لاحظ سرعة الانشاء والتدمير. انا سريع جدا هو بنشئ اراضي، وسريع جدا وهو بهد فيها. فهذا الاشي الان اللي بيصير، اللاعب ما بيعرف انه قاعد بنهدم وراه وقاعد بنشئ له على طول اراضي قدامه. ممتاز جدا جدا جدا. هيك احنا عملنا الان كل الكود تبعنا، عدلنا على الجيم مود، عملنا جوا الاد بريدج، عملنا لاست بريدج، اعطينا قيمة 0، وصار كل ما يتم انشاء واحد يحط انه رقم 2. ليش عملنا هيك؟ لما بدينا بصفر صرنا حطينا له اول جسر، بعدين صار يضرب ويحط لك ويمشي القيمة الاولى. القيمة الاولى كانت 0 صارت 1 اول ما تصادم، فبعدين ايش بصير؟ بتصير 2. فبصير كل مره ينشئ جسور من اخر قيمه في اللاست بريدج، ويضل يضيف 1 2 3 4. كل مره بتصادم بصير لاست بريدج قيمته اعلى بقيمه 1، وبعدين بروح بنفوت على هاي على الجسر تبعنا، بتم التصادم. مره ثانيه نشرح التصادم، بصير تصادم بين مين؟ بين المربع هاد اللي بالصندوق هاد مع الشخصيه. وبعد ما يصير تصادم مع الشخصية بده يدخل وين؟ على ملف الجيم مود، ويضيف جسر، وبعدين يستنى 3 ثواني، وبعدين يدمر الجسر اللي كان وراه. ممتاز جدا 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 جدا. هيك بكون خلصنا هذا الدرس، بشوفك في الدرس اللي بعده. يلا في أمان الله، مع السلامة.